بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الـ Carrier Mediated Transport أو النقل بواسطة ناقل يعني أو Carrier Protein. Diffusion of molecules that are too large and or polar, يعني ما تكون كبيرة بس أو تكون polar يعني قطبية أو تكون كبيرة وقطبية في نفس الوقت, ده معنى and or. To pass through the plasma membrane require a protein carriers. لو قلت from high concentration to low concentration يبقى ده على طول passive transport وده بسموه facilitated diffusion. طب لو عكست العملية دي from low concentration to high concentration ما في الحالة دي هتبقى محتاج ATP وفي الحالة دي بتقول عليه active transport. يبقى في low concentration to high concentration عن طريق carrier برضو لكن في وجود طاقة يبقى ده active transport. طب from high concentration to low concentration برضو من خلال الكارير اللي هو الموجود البروتين يبقى ده برضو بيسموه facilitated diffusion. يبقى الكارير mediated transport هنتكلم النهاردة على اللي هو facilitated diffusion أو active transport. طبعا دول اللي قلنا عليهم زي الجلوكوز أو الأمينو أسيد محتاج كارير بروتين عشان يقدر يتحرك من الأوتسايد للإنسايد أو من الإنسايد to الأوتسايد. With the concentration gradient يبقى ده facilitated diffusion. Against the concentration gradient يبقى ده active transport. أنا محتاج ال ATP. ده زي ما انت شايف كده ده عن طريق channel وده عن طريق ال carrier وكله from high concentration أو low concentration. ساعات بقى نتكلم على ال ions. في حالة ال ions اللي هي البولر substance لو قلت في facilitated diffusion في facilitated diffusion يبقى في الحالة دي لازم يتحرك ايه من خلال ال channel يكون negative لل positive او from positive to negative او من negative to positive. يبقى ده against ال ion charges. يبقى لو في حالة ال passive transport يبقى لا against ال ion charge, لكن في حالة ال active transport transport to the same charge يعني من positive to positive أو negative to negative, وبالتالي يبقى محتاج فعلا إيه طاقة عشان تقدر تحركها داخل الخلية. The facilitated transport characterized by number one molecules transport from high concentration to low concentration من التركيز الأعلى للتركيز الأقل. The ions diffuse ده بالنسبة للجزيئات قلنا from high to low خلاص. طيب from بالنسبة للأيونز, الأيونز diffuse toward a side of the opposite charge. يبقى لو أقول لك في البوزيتيف يبقى يتحرك للنيجاتيف أو نيجاتيف يتحرك للبوزيتيف وبالتالي في انجذاب وبالتالي مش محتاج طاقة إنك تحركه, لكن لما يبقى بوزيتيف لبوزيتيف أو نيجاتيف لنيجاتيف يبقى بينهم repulsion وبالتالي أنت محتاج الإيه الطاقة, وبالتالي ده في النوع التاني اللي هو الactive transport. الباسيف ده باسيف ليه بقى؟ لان ده without consumption of energy يعني بدون طاقة. طالما بدون طاقة يبقى ده على طول facilitated transport او facilitated diffusion require a protein carrier, محتاج بس طاقة او بروتين, محتاج بروتين عشان هو اللي يقوم بعملية توصيل المواد الكبيرة. يبقى اول حاجة اللي يميز الفاسيليتيتد ديفيوجن ان في مولكيولز فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن عايزين كونسنتريشن جريدينت فرق في التركيز. الايونز هتبقى اوبوزيت تشارج ما فيش مشكله طبعا باسيف مش محتاج طاقه لكن محتاج الكارير بروتين. ده الفاسيليتيتد ديفيوجن لو قلنا فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن يبقى ده شانل. ده قلنا مثلا يبقى ده بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف او قلنا ده نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف اجينست الاوبوزيت تشارج. طيب وده from high concentration low concentration ده عن طريق الايه الكارير يدخل المواد from high concentration low concentration. ده برضو another diagram to show the carrier transport carrier protein has binding site for the molecule يرتبط به الجزء ده. بعد كده يحصل change في الشكل البروتين وبعد كده يحصل له ايه يحصل تغيير للشكل وبالتالي يحصل ترانسبورت للمولكيولز انسايد ذا سيل او اوتسايد ذا سيل. بعد كده البروتين بيستعيد شكله مره اخرى ريسيومز او ريستور اتس اوريجينال شيب عشان يرتبط بجزيء تاني اخر خالص. فروم هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن وسط البروتين لكن وزاوت اي تي بي يبقى ده
with the concentration gradient ده مع فرق التركيز، وبالتالي ده بسموه diffusion. وفي الحالة دي يسموه simple diffusion، يسموه facilitated diffusion لأنه هو انتشار ميسر اللي سهله البروتين الموجود. يبقى uses the carriers to assist the diffusion، استخدم الكارير عشان نقل الجزيئات الكبيرة وتساعد في عملية diffusion from high concentration to low concentration. طبعا لا يتقاعد باتجاه، هو على حسب ايه التركيز وخلاص. لكن بالنسبة للنوع الثاني والactive transport against the concentration gradient، ده كان with the concentration gradient والfacilitated transport. لكن الactive transport ده some solutes have a higher concentration inside the cell. يعني لو انا عندي خلية كده والخلية جواها تركيزات عالية جدا من المادة اللي بره دي، يبقى solutes جوا الخلية تركيزه عالي وبره تركيزه قليل، لكن الخلية محتاجاه عشان ايه تاخد طاقة من الجزيئات اللي بره دي. يبقى ده يتحرك الوقت with the concentration gradient ولا against the concentration gradient، يعني يتحرك مع فرق التركيز ولا against. في الحالة دي بيقولوا بيسموه هو ضد فرق التركيز، وبالتالي from low concentration to high concentration they can't get in by passive transport. يبقى الجزيئات الصغيرة دي مش هتقدر تدخل الخلية عكس اتجاه، وبالتالي لا يقدر عليه simple diffusion والانتشار البسيط ولا facilitated diffusion. لكن في طريقة تانية بيسموها active transport. ليه؟ لأنها need energy عشان يعمل transport flow against the concentration gradient. يبقى active transport requires ايش؟ أول حاجة خالص protein carrier زي اللي فات، عايز requires energy طبعا، عايز ايه طاقة، لانه بيحرك الايه الجزيئات from low concentration to high concentration يعني against the concentration gradient. ده inside وده outside the cell، ده low concentration ده high concentration الجزيئات. يبقى طالما اتحرك from low to high يبقى في الحالة دي يبقى ده active transport require الATP. يحصل برضو تغيير للshape of protein، بعد كده يحصل restore للshape of protein ويبدأ تاني يرتبط بجزيء آخر، وكل مرة محتاج جزيء طاقة. يبقى from low concentration to high concentration need carrier protein and need ATP. This is called a active transport. طبعا الاكزامبل بتاع المثال بتاعنا اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم outside the cell بيبقى high concentration والبوتاسيوم inside the cell بيبقى high concentration. طيب يبقى أنا الوقت محتاج إيه؟ pump مضخة بتشتغل بيه الـ ATP ده بروتين، يقوم يحرك الصوديوم from inside to outside، ويحرك الـ البوتاسيوم اللي هو برضو outside the cell بيبقى قليل from outside to inside. يبقى ده الصوديوم عكس التركيز والبوتاسيوم عكس التركيز، وبالتالي يبقى ده active transport لأنه بيحرك الصوديوم from low concentration to high concentration، وحرك البوتاسيوم from low concentration to high concentration. وده أفضل مثال للactive transport اللي هو بسموه الصوديوم بوتاسيوم بامب. الإلكترونيك أو إلكتروجينيك أو بروتون بامب اللي عندك الهيدروجين أيونز طبعا محتاج الـ ATP عشان تحركه from low concentration to high concentration، لأن ده have the same charge، وبالتالي يبقى أنت محتاج فعلا بامب علشان الطاقة تقدر تحرك لك الجزيئات اللي هي لها نفس الشحنات في اتجاه بعضها تتغلب على التنافر. الكو ترانسبورت الكابل ترانسبورت يعني ممكن برضو محتاج طاقة، يبقى عندي transport الهيدروجين from this side to this side against the concentration gradient against the ion charge، ويبقى عندك نفس الوقت جزيئات السكر تتحرك في من low concentration للhigh concentration، وبالتالي ده بسموه co transport. عايز الهيدروجين عشان يقدر يحرك أو ينقل السكر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.